كلام حاجة سبحان الله. ما أنا بقول لك، أنا شوف حازم صلاح أبو إسماعيل يعاني معاناة شديدة جدا من أن الناس تخلق واقعة لا أصل لها، لأنها لا تجد ما تنتقده عليها. من كان موجودا حول وزارة الدفاع في أحداث العباسية؟ كان موجود شعب مصر الكامل. وعلى فكرة ده من ضمن الأشياء اللي أنا براجعها مع نفسي طبعا موجود. وأنا نفسي أنا قد أعاتب نفسي، كان يجب أخذ موقف أشد ربما، لكن لأن الموضوع متعلق بشخصي كان هناك حرج. أنا دائما أقف مواقف نصرة للمظلوم. الآن أنا المظلوم وأنا من يريد أن يقف الموقف، فكان هناك حرج. إنما أنا عند كلما ظلم، حتى بعض اللي ظلموا من غير الإسلاميين طبعا خالص، بل من ضد الإسلاميين، كنت أنا من وقف معهم، وكنت أنا من أرسل حتى محامين إليهم. ولما استدعي الإعلاميون اللي بتقولوا عليهم، أنا الذي نددت بهذا وقلت لو بدأ مسلسل دعوة الإعلاميين لن أسكت. وبعضهم من مقدمي البرامج اللي الآن. أنت ضد استدعاء باسم يوسف؟ لا، باسم يوسف الآن لاستدعاء أمام جهة نيابة. أنا شايف أن جهة نيابة دي يجب إصلاحها على فكرة، لسه قانون السلطة القضائية لم يصدر بما يكفي. لكن كمبدأ أيضا بيني وبينك بقى، كل المصريين عارفين هو بيعمل ايه، لانه على التلفزيون. فدي مش حادثه خفيه، لا دي حادثه كل الناس عارفين فعلا في اهانه ولا لا، في سخريه ولا لا، في شتم ولا لا، في سب ولا لا، في ايحاءات جنسيه ولا لا، معروف كل الناس عارفين، انت تعرف وانا اعرف وكلنا يعرف. فالمساله مختلفه، يعني مذنب ولا لما ساعتها كان الاستدعاء للنيابه العسكريه. لا يعني انت اليوم بتعتبر باسم يوسف مذنب او مش مذنب؟ ما تخلينا بلاش نحل نفسنا محل الجهه القضائيه، ما تخلي القضاء بس يعني. برايك يعني انا الذي ارى انه المساله اذا كان فيها سب او قذف او اهانه او تحريض او كده تصبح جريمه. ماذا تراه، مذنبا او ليس؟ على فكره عشان اجاوبك على هذه السؤال، انا شخص بيحب الحاجات الدمها خفيفه، يعني نفسي تميل الحاجات اللي فيها فكاهة. الحاجة التانية، أنا كنت حصل مقابلة كانت لطيفة جدا بيني وبين باسم يوسف، لازلت أحتفظ لها بذكرى في منتهى الجمال. ربما هو أساء إلى نفسه لما حمل الأمور إيحاءات خاصة بالشذوذ الجنسي والأمور الجنسية، خلى النفوس تشمئز حتى الأسر. هو أساء إلى نفسه بهذه الصورة. كان صح إن هو يكون أكثر رعاية للآداب وللأخلاق والقيم، ساعتها كنا هنستقبل دم خفيف. إنما الإنسان لما بدأ يشعر بالاشمئزاز، بدأت أشعر إنه أيوة ده خدش الحياة، ده تجاوز في النقطة الفلانية، ده شيء في النقطة الفلانية. وأنا حزين جدا لهذا، لأنه هذا ليست الآداب المصرية. إذا قلت إذا نزل الجيش للانقلاب على الدستور فنحن سننزل أيضا، هو مين اللي يقبل بانقلاب أي حد على الدستور؟ رح تنزلوا تعملوا شو؟ شعب. شو؟ شعب مين شعب؟ انت بتمثل مناصري. انا امثل نفسي. مثل نفسك. فانا هنزل. تنزل تعمل شو؟ هنزل امنع جريمة الانقلاب على الدستور. كيف ده؟